جول يا سلام. وصل شاهين سيف بن جعفر بن مرخان، بدا يسير، بدا ينطلق الى الخنجر، بدا يسير الى الخنجر. هنا شاهين وهنا ايضا اللي هو صوغان، صوغان وشاهين، صوغان وشاهين. شاهين غير الصداره، سيف بن جعفر بن مرخان ينطلق الى الخنجر، يبحث عن الفوز، يبحث عن الخنجر. الله 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 الله، روح يا ابو محمد، روح والرب داعي لك هنا مع هذا الاسم، مع هذا الانطلاق. السلاله الشاهينيه، سيف بن جعفر بن مرخان ما زال على الصداره، ما زال يسير الى الخنجر، يبحث عن الفوز، يبحث عن الانتصار. ال 400 متر الاخيره، الله 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 على الصداره. شاهين على المركز الاول، سيف بن جعفر بن مرخان. روح يا سعود، روح، روح يا سعود يا الحبسي. اشكرك على هذا الاداء الجميل والرائع في هذا الشوط مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام. تهانينا والناموس لسيف بن جعفر بن مرخان. الخنجر الخنجر الى زعبيل، الى زعبيل، الى سيف بن جعفر بن مرخان. شكرا يا ابو محمد، تحية ايضا لسعود بن علي الحبسي. اشكرك، اشكرك يا سعود على هذا الاداء، وتحية ايضا من الزفين ومن ابو خالد لابو محمد ومن بن حضيرم. المركز الثاني، وصل شاهين عبيد بن محمد بن راشد المنصوري. المركز الثالث، بوبرة، وها هي وبرة بدأت تتجاوز الكيلو الأخير، كيلو الامتحان، كيلو التحدي، كيلو الصراع، كيلو السبوق. والسبوق تريح أعصابك، تشتهر ويشيع طاريها، لو تعشيها على ثيابك ما تضيع مروتك فيها. يا سلام يا سلام يا سلام، ووصلت الشاهينية، وصل الإعصار الغربي. يا سلام يا سلام يا أبو زايد، دفع بالشاهينية وهي تحمل رقم واحد. بدأت تنتزع الخنجر من تحت أقدام وبرة. في هذه اللحظات الشكل جميل، والأداء جميل، والعرض جميل، والشعار جميل. يا سلام يا أبو زايد، يا سلام يا أهل الغربية. نقول سلام سلام عليكم يا أهل الغربية، واسعد الله مساكم يا أهل مدينة زايد. تهانينا للعصار الغربي محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وتهانينا للمضمر محمود بن حمود بن محمد بن سالم الوهيبي. اسعد الله مساءك يا ابو محمد، اسعد الله مساءك يا ابو زايد على هذا الفوز بالخنجر في هذا الشوط، شوط الحول المحليات الاصايل. المركز الثاني، وبره لسيد سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني. وفي المركز الثالث، هملوله للسيد سعود بن صالح بن حمد بن قمره. انطلقوا يا مضمرين، السيف السيف زيزوم على المركز الاول، ما زال صامدا، ما زال منطلقا هنا في المركز الاول. ولكن شاهين الطنيجي، وصل الطنيجي، انطلق مطر بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي مع شاهين في المركز الثاني. المركز الثالث، هنا شمشون ناصر بن عبد الله بن احمد المسند. زيزوم شاهين شمشون، الله، لاحظوا التسلل، شاهين وزيزوم، شاهين وشمشون، الله الله الله. عامل مشترك ما بين الاثنين، حرف الشين، كلاهما يبدأ اسمه بحرف الشين. ومن هو ذلك الذي سينتزع السيف الزين؟ الله الله، الطنيجي مع شاهين، المسند مع شمشون، شمشون وشاهين، شاهين وشمشون. السيف الفضي، السيف 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 الطنيجي، يقترب الطنيجي، وما زالت المحاولات قائمة من شمشون، ولكن الطنيجي، الطنيجي الطنيجي. سلام يا أهل الذيل، سلام يا أهل الذيل، أمطركم مطر بالسلام، أمطركم مطر بالتحيات. مشكور يا الطنيجي، مطر بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي على انتزاع شاهين للسيف الفضي. المركز الثاني شمشون ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الثالث، جافي زيزوم لعبد الله بن جمعة القويص. المركز الرابع، وضاح للسيد مانع. الخير.
الختام يحمل في طياته رينج روفر، يحمل في طياته مليوني درهم، ولكن المعركة المعركة ما بين دينه وما بين نشرة، نشرة ودينه، ولكن الاحصار الغربي والعملاق العيناوي، ولكن احمد بن محمد الوحيبي، انه من مدرسة المشاغبين، من مدرسة المشاغبين، من مدرسة الشاطرين. الله الله الله، يا المختبر يا المختبر، اي اختبار اي اختبار، انك تجاوزت كل امتحان كل امتحان. يا ابو زايد يا ابو زايد، تخون الجماهير العبرة من اجل الاعتزال، من اجل الاحتفال، يوم الاعتزال اكبر شرف، سيف سيدي صاحب السمو رئيس الدولة بو زايد راح إلى مدينة زايد، ودينه إلى المدينة إلى الغربية وإلى الإنتاج. الله يا جبار المختبر يا المختبر، أي اختبار أي اختبار، إنه قاهر الصعاب هذا المختبر. تهانينا لمحمد بن زايد بن محمد المنصوري وللمضمر حمود بن محمد بن سالم الوهيبي، إنه بالفعل